هذه الفرشاه تستخدم للاساس، اسمها فرشاه الاساس. لماذا نستخدمها؟ نستخدمها لتطبيق الاساس السائل او المعدني. اذا عندك اساس تاسيس يعني للوجه، كريم الاساس، تستخدمي هاي الفرشايه. واذا عندك شيء سائل ممكن تستخدميه. اذا عندك شيء معدني مثل البودره، يعني مثل البريق، ما بريق كذا بهرجه، تستخدميها. ممكن تستخدميها على الوجه والرقبه والظهر. شعيراتها مسطحه وطويله، شعيراتها مسطحه، ما هي سميكة، شوفي رقيقة وطويلة. هذا أول نوع. النوع الثاني، هذه الفراشة، هذه شوفي الفرشاية هاي شلون شكلها، انظري إلى شكلها. تستخدم كونسيلر، فرشات اسمها فرشات الكونسيلر، فرشايات للمخفي، لإخفاء عيوب في مناطق الجلد. يعني عندك عيب مثلا، عندك بقعة حمراء بتغطيها، تستخدمي هالفرشاية هاي بالذات لأنها بتشتغل معاك بشكل جيد جدا. الفرشاية هاي تكون ناعمة ومسطحة وطرف مدبب، بتكون قاعدتها عريضة وبتكون قصيرة ورأسها مدبب شوية. شوفي بالصورة كيف. الفرشاية الثالثة اسمها فرشاية البودرة، فرشات البودرة، نستخدمها لي إذا عندنا مسحوق فضفاض أو وميض أو بيلمع أو برونز، ها نستخدمها. شعيراتها بتكون زغبية مثل الزغب، مثل الزغب الريش الصغير عند الكتكوت، عند الفليليس، عند الفلوس، عند العصفور، صغيرة. شعيراتها زغبية وناعمة وكاملة ومنفوش نفش، راسه منفوش نفش ومدورة، شكل راسه مدور وبتكون عريضة مليانة. هذه تستخدم أيضا لإزالة الغبار عن منتجات المكياج. كمان علبة المكياج إذا عندك فيها غبار، فيها متلخبط شيء فوق إشي، تستخدميه بتكنسي فيها اللخبطة اللي بعلبة المكياج. مش فقط للوجه وبس، يعني للوجه بنستخدمها إذا عندنا مسحوق فضفاض، عندنا مسحوق بيلمع، عندنا برونز، ذهب، فتافيت صغير جدا بدنا نحطها على الوجه نستخدمها. أيضا إذا علبة المكياج تتسخت بتقدري تكنسي فيها. الفرشاية اللي بعدها اسمها فرشاية أحمر الخدود. إذا بدك تستخدمي أحمر لخدودك، بودرة حمراء لخدودك، تستخدمي هالفرشاية هذه بالذات. بتكون كبيرة وزغبية مثل الزغب، مثل الريش الصغير الزغب اللي بعد تو طالع عند الطير عند العصفور، وبتكون كبيرة أو صغيرة الزاوية. تساعد الألياف دقيقة ورأسه مستدير، مش منفوخة كثير، منفوخة بس أقل من النفخ بشوي. تستخدم فقط لعظام الخد وللخدود ولعظام الخد، ها، وللمباسم عشان تبين الضحكة على وجهك. تستخدم فقط لهذا الشيء. الفرشاية اللي بعدها شوفي إلها لونين، إلها، لاحظي الفرشاية اللي بعدها اسمها فرشاة الألياف الثنائية. هذه رأسه مسطح كأنه مثل البلاط، يعني قطعة واحدة، رأسه مشطوف شطف، ها، تقريبا دائري ولكن تقريبا. تستخدم للتلميع ومزج الألوان. الشعرة هذه مكون من نوعين، شعرها مكون من نوعين من الألياف، في ليف
تحت لونه أسود والليف الأبيض اللي فوق ملتصق فيها. هذه بتستخدم للتلميع ومزج الألوان. إذا بدك تمزجي ألوان مع بعضها بتستخدميها. مكونة من ألياف تركيبية، مركبة تركيب الألياف هاي عبارة يعني كل شعرة منها عبارة عن شعرتين ملزقات ببعضهم، ملتصقات ببعضهم. تستخدم إذا بدك تحطي بودرة بتلمع على خدك، بودرة بتلمع على خدك، بودرة بتلمع على صدرك، بودرة بتلمع على المنطقة، بودرة بتلمع على جبهتك بتحطيها. تستخدم لمزج الألوان البودرة، لمزج البودرة زائد إذا بدك تحطي شيء لمعة، بودرة لمعة، بودرة ذهبية، بودرة فضية كده على أو يعني فوق مكان ما في جسمك، مش ضروري بس بالوجه. جاية الفرشاة اللي بعد اسمها فرشاة المساحيق المعدنية، فرشاة المساحيق المعدنية. إذا عندك بودرة معدنية، بودرة في بودرة معادن مصنوعة من المعدن، بتكون هالفرشاة هاي سميكة ومصممة لتطبيق المساحيق أو المكياج المعدني على الجلد بشكل دائري، تقدر تستخدميه بشكل دائري بس بشرط تستخدميه فقط للبودرة المصنوعة من المعادن، وتستخدم بشكل دائري على الوجه أو على الجسم. لاحظي لون شعراته بين الرصاصي والأسود، لون شعراته بين الرصاصي والأسود، بس تشوفي فرشاية لونها رصاصي أسود يعني قريب من الأسود، اعرفي أنه مخصص فقط لهذا الشيء. يعني إذا عندك شيء معدني، بودرة معدنية، بودرة من ذهب، بودرة من بودرة من مصنوعة من المعادن، ها تستخدميها وبشكل دائري. الفرشاية اللي بعدها اسمها المروحة، اسم الفرشاية المروحة. كثير بتمر معاك فرشاية على شكل مروحة، طبعا انت ما بتعرفي ليش، قلة قليلة جدا من الناس بيعرفوها ليش. الفرشاية اللي على شكل مروحة هذه تستخدم لتغطية الخطوط الدقيقة والعيوب على البشرة. إذا عندك خطوط دقيقة بالبشرة، خطوط بوجهك دقيقة ناعمة، إذا عندك عيوب بالبشرة بتستخدميه لأن بتكتسح البودرة اكتساح وبتعطيكي منظر مظهر ناعم ومخملي. وبتستخدم أيضا اللي إذا حطيتي مثلا مكياج وبدك تحطي وأردتي أن تضعي لمعة على المكياج بتستخدمي هالفرشاية هاي بالذات. بتستخدم جدا التأثير المسحوق الزائد أو ظلال العيون، وبتخلي اللون البشرة موحد متساوي، بتستخدميه لتوحيد اللون المكياج على بشرتك، اسمها فرشاية المروحة. الفرشاة اللي بعدها اسمها فرشاة الشفايف أو الشفاه. فرشاة الشفاه هاي ناعمة ومستدقة، ناعمة ولكن بداية تحت يعني فوق راسي ناعم جدا ولكن تحت قاسية ومستدقة. كيف مستدقة؟ بتكون يعني متجمعة ماسكة ما بتفتح، ها يمكن استخدامها لوضع أحمر شفاه أو اللمعة على الشفايف، وممكن تمزجي فيها أحمر شفاه على بطانة الشفاه لإضفاء لمسة ناعمة على الشفايف. الفرشاة اللي بعدها اسمها فرشاة الكحل، فرشاة الكحل. فرشاة شوفي بالصورة كيف شكلها، فرشاة الكحل فرشاة بتكون رقيقة جدا وناعمة جدا وشعيراتها ناعمة، بتكون من تحت بتكون هي أصلا بتكون قاسية ولكن معها مرونة يعني ثابتة ما بتفتح، وعلشان ما تروح الكحل هون وهون بتكون طويلة يعني طولها شي حوالي تقريبا نص سنتي وراس رفيع وشعرات متماسكة مع بعضها تقريبا ولكن مرنة، كأنها بتظهر كأنها قطعة الشعيرات، راس الشعيرات بيظهر كأنها قطعة واحدة، بتستخدم فقط للكحل. الفرشاية اللي بعدها هذه تستخدم لظلال العيون، تحط فيها ظلال العيون، بتكون تحت بتكون لون الفرشاية
لون الريش تبعها او الوبرها، وبرها بكون تحت ابيض وفوق اسود. شوفي لون الراس، لون راس الفرشايه لونه ابيض واسود، بتكون تحت ابيض وفوق اسود. هذه بنستخدمها فقط فقط لظلال العيون حصرا. شوفي لونها، تأكدي من لونها، شوفي بصي عليه بشكل جيد. الفرشاية بتشوف شلون شكلها، شوفي مكونة من لونين، بتكون مسطحة وراسها مثل الهلال تقريبا، وبتكون راسها أسود وتحت أبيض. الفرشاية اللي بعدها اسمها فرشاية زاوية العيون، اسمها فرشاية أو فرشاة زاوية العيون. شوفي شلون شكلها، شكلها مثل الدرج، راسها بتكون أول شيء بيكون لونها رمادي، بيكون لونها لون راسها لون شعرها رمادي، وبتكون مش مدببة. شوفي طالعة مثل الدرج، طالع طلوع، شوفي لفة الراس، راسها شوفي شلون كيف ملفوف، ما هو جاي مثل الهلال، لا جاي شوفي جاي ملفوف لف من تحت زاوية حادة، بعدين بتفتح 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 إلى آخر. شوفي شلون مثل الدرج بتلف لف، ما هي مدببة. شوفي راسه شلون، شوفي شكله، وبكون لونها رمادي. الفرشاية اللي بعدها بتكون طويلة، لونها أسود فاتح شوية، وفيها فيه شعر لونه رمادي فاتح ورمادي وغامق واسود. شوفي الشعرات، شعره رماديه، شعره سوده، شعره رماديه، شعره سوده، وبكون راسه شوفي راسه شلون مشطوف شطف راسه، وبتكون طويله الراس طويل ومستديره. وهي تستخدم فقط علشان تبرزي او تظهري عظم الحاجب ومزج الوان العيون. تستخدم لايش؟ عشان تظهري عظم حواجبك فقط. الفراش اللي بعدها عبارة عن قطن مصنوعة من الاسفنج، من الاسفنج، بيكون راسه مدبب عصاية وفيها مثل الايس كريم، شكل راسه مثل الايس كريم، بتكون مصنوعة حصرا من الاسفنج او اللباد، مسطحة وناعمة بالهيكل، تستخدم فقط حصرا لتلطيخ ظلال العيون. تستخدم فقط عشان تلطخي تلطيخ، مش تفرشي، لا تلطخي، تضربي ضرب يعني تاخذي ظلال العيون وتضربي ضرب فوق على فوق الرموش، ضرب تضربي ضرب، مش فرشاية، لا تلطيخ لطخ. شلون بتلطخي؟ تلطخي تلطيخ فيه حصرا.